Tampa Bay's gone missing just above the Kola Peninsula. السلام عليكم. اليوم سنتطرق إلى فيلم الحرب والأكشن هانتر كيلر من إخراج دونوفن مارش وتأليف كولمين آرن شميت وجيمي موس. قد أصدر سنة 2018. We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. Submerged battle stations. بداية الفيلم تناولت شخصية قائد الغواصة الأمريكية أركنساس المدعو بجو غلاس الذي سيخوض تجربة مفادها العثور على الغواصة الأمريكية المفقودة تامبا باي. We've been keeping tabs on the Russian president and his defense minister Durov. The Russian president. Oh my God. It's a coup. We're dealing with a single rogue minister. What if we could free President Zakharov? تدور الأحداث حول المهمة التي سيتوجب على الفريق العسكري المرسل من قبل الحكومة الأمريكية والقائد جو غلاس بمساعدة قائد الغواصة المنكوبة أندروبوف، وكيف سيتمكنان معا من إنقاذ الرئيس الروسي من وسط الانقلاب العسكري الذي سيقوم به وزير الدفاع الروسي دوروف، والدور الذي سيقومون به لمنع الحرب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على شرف الخدمة العسكرية بين القائدين. بالنسبة للتمثيل كان الأداء عاليا، كما أن المخرج استعان بممثلين مرموقين في سينما هوليوود، فشخصية الكابتن جو غلاس من أداء الممثل البريطاني جيرارد جيمس بوتلر من أبرز أفلامه The 300 و Olympus Has Fallen. أما شخصية وزير الدفاع الأمريكي تشارلز دونيغان فكانت من أداء الممثل البريطاني ليونارد جيري أولدمان، أبرز أعماله باتمان The Dark Knight، بالإضافة إلى الممثلين كامن وليندا كاردلين. قدرت ميزانية الفيلم $40 مليون من إنتاج شركات أبرزها ميلانيوم فيلمز. كرأي الشخصي أرى أن هذه الميزانية ضئيلة نظرا للتصوير المبتكر في هذا الفيلم، وكذلك جل الممثلين الذين لهم شهرة واسعة في السينما العالمية كانوا سببا رئيسيا في هذا النجاح إلى جانب المخرج بالتأكيد. بالنسبة للسيناريو فهو رائع جدا، إذا أبرز لنا المؤلف الخبث الذي قام به دروف وتفكيره بعمل انقلاب عسكري دون أن يدرك العواقب الوخيمة لذلك، لكن الخير أتى بصورة مغوار أربك خطط شره. باسم طاقم قناة كلاب نشكر كل متابعينا الأعزاء على حسن المشاهدة، ونتمنى أن نبقى على حسن ظنكم، ولدعمنا على نشر فيديوهات جديدة نتمنى أن يبقى تحفيزكم لنا مستمرا بالشير وسبسكرايب. وأخيرا وليس آخرا، شعارنا الجديد دائماً